الله عنه ورحمه ساق السند إلى أبي نعيم رحمه الله يقول ينبغي أن يكتب هذا الشأن عمن كتب الحديث أو ما كتب يدري ما كتب. لا يكتب، ينبغي للرجل أن يكره، أن يكره ولده على طلب الحديث. نعم، قال ابن داود ينبغي للرجل أن يكره ولده على طلب الحديث. نعم. قال أبو نعيم ينبغي أن يكتب هذا الشأن عمن كتب الحديث أو ما كتب يدري ما كتب، صدوق مؤتمن عليه يحدث يوم يحدث يدري ما يحدث. قال محمد بن السماك، يعني انت ليش قلت صدوق مؤتمن؟ عمن، ما هو عمن كتب خلاص يبقى صدوق مؤتمن. صدوق مؤتمن عليه يحدث وما يحدث يدري ما يحدث. قال محمد بن السماك الاخذ بالاصول وترك الفضول من افعال ذوي العقول. الله اكبر. قال ابو بكر بن عياش لو اعلم احدا يطلب هذا العلم لله لذهبت الى منزله حتى حدثته. الله. قال ابن ادريس رحمه الله عليهم جميعا، تعرفون من يستحق ممن لا يستحق؟ قال ابن ادريس لا تسمع الحديث ممن يشرب المسكرة لا ولا كرامه. قال عمر بن هارون رحمه الله نظرت في العلم فاذا القران والاثر، ثم نظرت في الاثر فاذا هو عظمه الرب وصفه الجنه والنار والحلال والحرام والامر والنهي وصله الرحم في انواع الخير، ثم نظرت في الراي فاذا هو الخديعه والمكر والخيانه والحيل وقسوه القلب واشياء كثيره من الشر. قال فاخذت الاثر وتركت الراي. قال محمد بن الصباح العابد البصري انت فرحان في خلص ماشي. قال رايت حماد بن زيد رحمه الله في المنام فقلت يا ابا اسماعيل ما صنعته؟ قال لم ارى مثل السنه وتقديم عثمان رضي الله عنه، وقد اعطيت بتقديم عثمان قصرا في الجنه فيه انا ووهب بن جرير وسليمان بن حرب واسماعيل. قال رجل من ولدي لا اله الا الله وانا اشهد ان لا اله الا الله لا شريك له رضيت الله رب وسلم دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ومصطفى. هذه دعوة تامة صادقة. إخوتي الكرام، يقول ينبغي للرجل أن يكره ولده على طلب الحديث. شوف هنا انظر لما، لأنك أصلا البداية ليست البداية من إيش، من إكراه الولد على الحديث، البداية من النكاح. اختل له أما قبل أن يولد بعشرين سنة، ويكون تكون النية في الجماع أن الله يرزقه الولد الإيه، وهذه كان كل الصحابة كانت أصل النية عندهم هو اكثار تكفير سواد المسلمين وبالولد الصالح الذي ينافع حال الدين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكثروا فاني باهن بكم الامم يوم القيامه. ينبغي ان يكتب هذا الشان عمن كتب الحديث يوم كتب يدري ما كتب، يعني كان ايش؟ يعني كان بالغا. صحيح الراجح نقول حتى لو لم يكن بالغا كان مميزا، كما قال احمد يميز بين البقر والحمار، وقال يكتب الحديث اذا وصل خمس سنوات، لانه محمود بن ربيع قال ذكر مجه له النبي صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا، فهو قال يدري ما يكتب، فهذه فيها دلاله انه يميز. ولذلك احنا قلنا يغتفر في التحمل ما لا يغتفر في ايش؟ في الاداء. الاداء لا يقبل الا ان يكون بالغا عاقلا، ان العداله هكذا فيها شوط اربعه منها ان يكون بالغا. مفهوم ولا لا؟ نعم. وما يكونش مجنون، يحدث يوم يحدث يدري ما يحدث، يعني متقن ضابط، متقن ضابط. والاخذ، شوف هنا محمد السماك يقول الاخذ بالاصول وترك الفضول من افعال ذوي العقول. هذا الاصل. الاخذ بالاصول يعني الكتاب والسنه، وترك الايش؟ كل شيء بعد الكتاب والسنه هو ايه؟ فضول. ارمي القي يا ابني، يد الله فوق ايديهم، اليد والقدرة والنعمة، يا ابني يد الله فوق ايديهم. الاصل بذلك ان تحمل الكلام على ظاهره. ايه اللي خلاك تروح وتيجي؟ ما الذي دعك؟ والنعمة والقدرة، انت المشكلة فيك انك ايش؟ شبهت الخالق بالمخلوق فاردت ان تفر، انت اللي غلطان اصلا، انت المشبه اصلا ففررت من التشبيه. ولو سلمت لربك لانتهى الامر، ولان المسألة مسألة ايه؟ غيب. غيب المسألة، مسألة غيب. الله المستعان. فهنا قال ينبغي ان يكتب هذا الشأن عمن كتب الحديث يوم كتب يدري ما كتب، صدوق مؤتمن يحدث يوم يحدث يدري ما يحدث، والاخذ بالاصول وترك الفضول من افعال ذوي العقول. لانك ان وجدت كلاما غير كلام الله والرسول قل له خل وبخل، لا اسمع. هتيجي تقول لي المنطق ونحن نجادل الناس بما يقولون؟ لا، الناس لا يجبروننا على طريقة تحلو لهم، نحن نجبر الناس جميعا على طريقة النبي. أول شيء نثبت العرش، ودي طريقة النبي، تعرفها؟ علمتها؟ إذا لا أحيد عنها. أنا لا أسير إلا في خط النبي صلى الله عليه وسلم. إياكم والتلون، هذا الأصل.
وقتي يدخل لي. هو قال نعلمهم المنطق عشان يعرفوا يردوا عليه. علموا المنطق وانت هتتزحلق انت كمان وتتزندق، واللي هيجلس معاك مش فاهم حاجة. اخ طلع يعلمه المنطق وعمال يقرأ، اخ جالي ده اخ كان بيتعلم معانا لكنه انحرف وانحرف انحرف ضيع عنه كثير. المهم قال لي عمال يقرأ هو مش فاهم، والجاسين مش فاهمين، والحيطان نفسها عايزه تقول له يا عم امشي الله كده روح اتكلم في الكلام ده بعيد عننا. لا هو فاهم ولا الجاسين فاهمين ولا عارفين اي شيء. ولذلك من باع كتاب السنه اهين والله تعالى يجعله مهان حتى بين من يستمعون يقولون عنه رغد ده عامل زي الحمار بياكل برسيم. يقولون ذلك والله، يقولون مش فاهم اللي بيقوله. يعني اعدلهم قولا قال الرجل بيحرك شفاه فقط مش فاهم اي حاجه من اللي بيتكلم فيه. هو الحق هو المنطق مش فاهم اصلا. فالحقيقه قال ان الاخذ بالاصول وترك الفضول من الافعال والعقول. وقال ابو بكر بن عياش لو اعلم احد يطلب هذا العلم لله لذهبت الى منزلي حتى حدثته. وهذا كان فعل ابن عباس. ابن عباس قال بكم اكرم، لكن بكم اكرم لمن ايش؟ يستحق. سيء الادب لا يستحق شيئا، تتركه بقى تعم في الدين لكن ما في، اعوذ بالله، بتغلق منه اغلاق سيء جدا، تمام، سيء الادب. ونشوف ابو سلمى بن عبد الرحمن بن عوف من خيره التابعين، وفي قول انه من الفقهاء السبعه، لكن فقط لانه كان بيجادلهم حجب عنه العلم نفسه. هو بكى وقال ضيعت على نفسي علما كثيرا عند مجادله ابن عباس. والزهري قال ده، الزهري قال في عبيد الله بن عتبه قال هذا الوحيد اللي جالس عنده ولا استوعب، كله استوعبته. وعبيد بقى ابن عبد الله ماذا قال؟ كان ابن عباس ايش؟ يطعمني. طب ليه بقى؟ قال لنت لابن عباس فخان يطعمني الطعام العلم طعاما. قال لا تحدث ب لا تسمع حديث ممن يشرب المسكر ولا ولا كرامه. طبعا هذا لانه لو جهر بالاسكاري بالمسكر يكون ايه؟ فاسخ. نقف عند هذا حتى لا نضيع الاخوه الصلاه. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم. وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم. وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.